الوجوه نحن بصدد نهائيات البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم ذكور بمديرية تطوان، ونتواجد الآن بملاعب ملاليين، وهنا كانت نهائي يعني مقابلة نهائية لفئة U15 يعني مواليد 2008-2009 واللي انتهت بخسارة مديرية بركان من جهة الشرق، واللي كان مرشح الأوفر للظفر بهذه البطولة، ولكن ربما شوية ديال يعني ديال التغافل ديال اللاعبين وشوية الاحتكار ديال الكرة واللاعب الفردي هو اللي أدى إلى هذه الهزيمة. هنيئا للممثل تمارس خيرات وهارد لاك للممثل ديال جهة الشرق يعني مديرية بركان، واللي مهم هو أنه التلاميذ ديالنا حاليا يتواجدوا في واحد الأجواء تربوية ورياضية مفعمة بالحياة المدرسية اللي من خلالها كنحاولوا نكونوا واحد الشخصية متوازنة عند المتعلم ديالنا. على هامش هاد يعني الموازاة مع هاد البطولة كاين البطولة ديال الشطرنج والبطولة ديال الكرة الطاولة. إذن في العشية إن شاء الله غادي تكون المقابلة النهائية ديال U18 مواليد 2005-2006-2007، واللي من بعدها غادي يكون تتويج ديال مختلف المتسابقين مختلف الأنشطة اللي منظمة هنا بمديرية تطوان. إذن كنشكروا أولا وزارة التربية الوطنية وكذلك الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وكنشكروا المنظمين المركزيين والمنظمين المحليين بمديرية تطوان ومديرية الإفة. أستاذ برعيش عثمان مديرية صخرة التمارة إعدادية أحمد البيضاوي بتمس، فرحانين من هذه النتائج اللي حققتها المديرية ديالنا صخرة التمارة، وفرحانين بالفوز ديال البطولة الوطنية المدرسية. بالنسبة للبطولة دازت بأجواء مزيانة، مرتاحين في الإقامة في الاستقبال، جميع الظروف جميع الوقت اللي دوزناها في تطوان، الترحيب كان مزيان، وكنشكروا جميع المتدخلين، كنشكروا المديرية التعليمية ديال صخرة التمارة اللي وفروا لنا جميع الأمور اللي تساعدنا على التنقل بكل أريحية باش نجي نشاركوا في هذه البطولة الوطنية. وشكرا. المزايا اللي تتكون على الجسم وعلى الجسد، وكذلك على التلميذ من خلال حياته سواء المدرسه او المدرسه. فالبطوله اللي كانت من البطولات الثلاث اللي تنظموا في مدينه تطوان وهي كره القدم الكور وكذلك كره الطاوله والشطرنج، فهذه من بين الرياضات اللي تنظمت خلال السنه كامله. فعلا حضور ديال التلاميذ جو المناطق او الجهات في المملكه المغربيه، تمكن في الاكاديميه الجهويه تكون وتمكن المؤسسات ديالهم، وهذا اللي وصلوا هذا المستوى الا فانه كان تميز. وبالتالي لتبقى الرياضه المدرسيه اولا مزايا التقنين، وكذلك نشتم للابطال علما ان كان خبراء او لا تقول التقنين او الجامعات او هي الرياضه حافظوا معنا باش نشوفوا المتميزين او لا ينتقلوا. رقم 13 خفاف معاذ، اللاعب رقم 8 وهو عميد فريق نظيف اسامه، اللاعب رقم 5 سيبات مروان،
اللاعب رقم 7 كرناوي رشيد، اللاعب رقم 14 جليل يونس، اللاعب رقم 6 الحبشي زهير، اللاعب محبوب سفيان، اللاعب رقم 9 عبراني علي، اللاعب رقم 10 الهلال زكريا، واللاعب رقم 17 معلوم اسماعيل، اللاعب رقم 15 دولكي في رضوان، اللاعب رقم 3 سليلي ايمن، اللاعب رقم 2 زهير محسن، واللاعب رقم 16 بن داود عبد الصمد، اللاعب رقم 18 بن الدو عمر ابو اكرم الاستاذ احمد كريم. بالنسبه للاعبين لاعبي فريق ثانوية فلوطوفيت هيليا، عفيف أيمن، برداك زياد، رزقي رضا، خلوف محمد، برحيل إلياس، الدومي طه، إبراهيمي عبد الرحمن، شاهد محمد، حمدي أيمن. عدم إتلاف التنوع البيولوجي والمحافظة عليه والمشاركة الطوعية في العمليات الصديقة للبيئة كعمليات غرس ونظافة. يتم اللحظة سيداتي سادتي توقيع هذا الميثاق الذي يصاحب كل البطولات الوطنية في كل أنحاء المملكة المغربية الحبيبة. هذا الامتياز إذا توقيع الميثاق من طرف التلميذات والتلاميذ اللاعبين أيضا واللاعبات في كل المحطات الوطنية. في الابتدائي 511 و 562 يدرسون في 912 تذكر التلاميذ ديالنا والدراري ديالنا اللي جاوا معنا اللي مرحمنا اللي كيمثلوا الجهه ديال مراكش اسفي تابعين المؤسسه ديال سلامه ايليا. تنشكرهم على القتاليه وروح الفوز اللي عندهم. بالنسبه للتظاهره كانت تظاهره بالمستوى لم على صعيد الاصعده. بالنسبه لسميتو تنشكر كذلك الناس ديال الجامعه الملكيه للرياضه المدرسيه على الاورغانيزاسيون ديال التظاهره هذه. شكرا لكل شيء، شكرا للناس الساهرين على هاد التظاهره. وفي نفس الوقت واحد سميتو نعتبره بحال حفل اللي كيجمع من المغرب من طنجه للقويره. كنشكر الجميع، تنشكر كل من ساهم في هاد التظاهره اللي هي موسميه. ونتمنوا واعتنت ابن طفيلة هيليا من طبعا مدينة واتسن تابعة لمدينة خريفة جهة يمنى خريفة، والنتيجة متعادلة لحد الآن 0 مقابل 0. انا سميتي طالع اللومي، جينا هنا تنمثل مدرسة احمد البيضاوي اقليم الصخيرات. دابا كنمثلوا الجهه ديال الرباط سلا القنيطره، توفقنا في الجهوي ودابا كنلعبوا الوطني. اليوم كان عندنا الفينال، طلعنا حتى الفينال الحمد لله، طلعنا حتى الفينال والخصم كان شويه ساهل، مي تخطيناها وربحنا البطوله. على مديرية خريفة هنيئة لواتساب، هنيئة لجهة من خريفة. بعد قليل سيكون لنا موعد مع مؤطر هذه المجموعة الرائعة. هنيئة لمديرية خريفة.
كريس. السادس لصالونا بهذه الصورة الرائعة نبعث سلاما حارا لصاحب الجلالة الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالونا.